السلام عليكم الإخوان. رحنا دابا من جنوب فرنسا، بالضبط من مدينة سات. دابا غادي ندوز لكم واحد السيد اللي عنده شي معلومات على هاد الشيء اللي وقع في لوبور ديال سات. السلام عليكم خويا. عليكم السلام. هضر لينا عافاك، قول لينا شنو وقع في هاد لوبور ديال سات من البارح لليوم. من البارح لليوم. السلام عليكم. اولا البارح سيدي جاء المدير ديال لاجونس. وي. قال لك غادي نقطعو. وي. لي بيي. بداو كيديرو كونفورميهم حتى الصباح هما كيخدمو مع الناس. وي. كيخدمو ويخدمو 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 بالبيان. وصلت 8 وصلت 6 والناس كيمشيو للباطو. داكشي اللي دار كلشي تضرب في الزيرو. ردوهم البوليس ديال فرنسا. علاش؟ ردوهم لأن عندهم لي غوغ في داك سميتو. في البيي. في لي بيي. فيهم فيهم مشاكل. ردوهم مشاو. صلحوا لشي وحدين وشي وحدين بقاو هنا ما مشاوش. وي. قال لينا غدا مع تسعود غادي نحل. وي. انا سمعت باللي قالوا لك مع 6 ديال الصباح غادي يحلوا. لا قال لينا تسعود. قال لينا تسعود غدا الحد تسعود غادي نحل. وي. قلت له اوكي سي بون. قال لي واش تقدر تقول للناس بفكرة ان ما نقدرش نقطع حنايا لان عندنا مشكله في كانت بونكير. وي. واش تقدروا تقطعوا اسبيس؟ اسبيس. الناس قلت لهم الاخوان اللي ما عندهمش فلوس اسبيس يمشيو يجبدوها لان عندهم مشكله في البنكه. داكور. سي بون. فاش قال لي ديك الهضره بديت كندورها في راسي، فاش جا خارج قلت للاخوان قلت لهم هذا راه غادي يهرب يمشي للمغرب، هذا راه شفار. واش نقدر نشد فيه؟ فهمتي ليا؟ قلت لهم واش نقدر نشد فيه هنايا ما تخليوش البوليس يقربوا لي. راه باغي يهرب الفلوس غادي يخرجها، لان فاش قال لي راه ما كاينش بنكه اذا كيدير كلشي اون نوار. اون نوار. فهمتي؟ بغيت نشدو. قالوا لي نو غتمشي للحبس كذا هادي. قلت لهم سي بون انا نمشي للحبس مي، انا راني بوحدي هنايا ما عنديش مشكله، ما عندي لا دراري لا والو، ولكن الاخوان ما خلاونيش هرب الباب. وي. المهم جينا دابا حنا كنستناو. جيت بدينا كنظموا الناس. شوف كانوا منظمين حتى لهيه واحد بواحد، ما كان حتى شي مشكل. وانا وقفت هنايا باش نبقى ندخلوا واحد واحد. ماشي مشكله. جا واحد السيد المسؤول هنايا قال لنا السيد اللي كان قال لكم غادي نقطع لكم راه في المغرب، شاف الباطو البارح. قلت له اذا هي سلت الهضره اللي قلت لكم انا البارحه هي وقعت. وبصح انا ديريكت انا قال لي ما كاينش. اذا شفار. ما كاينش خص اسبيس. عرفتو شفار ديريكت. انا قلتها في واحد الاوديو البارح. وي وي. سي بون دابا راه دابا راه مشى للمغرب. دابا راه هادي ما عرف واش لاجونس ولا محلابه ولا الشرطه. ها هي لاجونس، ها هي مسدوده. الناس كلهم كيتسناو. جوج ديال الناس. انت جوج ديال الناس دايرين فيها. ها وي. انا ملوسيس وانا هنايا. اها. نهار ملوسيس وانا هنايا مفكر فاس انا وولادي. شوما عندي البيي نهار 8 قالوا لي عندك نهار 8. ها هي الفاكتوره تاع البيي عندك. وما خلاونيش نطلع لحقاش بغاو التدويره. ها هي. ها هي. طابعين لي باش نقطع. من ما دورت معاهم قالوا لي روح تروح ما كانش. ما كانش الباطو. يلاه. ما خلاونيش نمشي. ودروك راني والله الا 6 ايام ولا 5 ايام وانا هنا انا وولادي مكرفصين. ومنين جيتي؟ جاي من باريس. من باري. هو من باري جاي. داكور. وايت. بغي كلشي باغي يهضر دور سير ماشي مشكلة. والإخوان الإخوان اللي بغى يهضر اللي عنده شي مشكل يجي يهضر. بغينا نصيفطوا واحد الرسالة توصل للمسؤولين. الله يخليكم. اللي عنده شي مشكل البارح واحد الإضافة كيصيفطوا لنا هنا واحد الناس ديال الجمعيات. حالهم كيف كيف. وافق شنو طبق الشفارة كلهم. جات واحد الاخت هنايا. قالت لك حنا من الجمعيه وهي وشي ناس ديالهم. واحد السيد ولد السات كيعرفهم. قال لي هادو اشنو كاين. عاود لي السيتياسيون ديالهم. مشيت عندها قلت لها تو دو سويت امينيت ما تبقاش هنايا. طلعت بالطوموبيل هربت. اذا هادوك هما اللي كيديروا العراقيل في الناس. دابا كاين جوج الحلول. حنا المغرب راه ما غايدير ما حناش مشكل لانه ماشي مانا هنايا. داكور. ما كاين حتى مشكل. دابا حنايا بغينا نديروا واحد الوقفه احتجاجيه ضد باطو ليه. الفرنساويين هما اللي يقدروا يديروا لنا الحد مع المغرب. الدوله هي اللي غتكلف مع الدوله. سي بون هذا هو اللي كاين. ما نضربوا حد، ما نسبوا حد، ما ندابزوا، ما نعايروا حكومه ولا هذه. حنا نديروا وقفه احتجاجيه. غايشوفونا البوليس الامن ديال فرنسا غادي يدخلوا. وي.
غادي يلقاو داكشي سين مي ما غاديش يهضروا معانا ونقدروا نطلبوا لوطوريزاسيون من عندهم لان قال لك الا بغيتي دير شي مظاهره طلبوا لوطوريزاسيون نقدر نمشي لا كومين نطلب لوطوريزاسيون ماشي مشكل داكور نديروا خطه احتجاجيه هما الا ما كانتش الدوله غديرنا حنا مع الدوله هادو راه ما غيديروا لنا حتى شي حاجه واخا وشكرا اخويا بارك الله فيكم كاين شي واحد بغى يدير شي اضافه ولا شي واحد بغى ها ايوا المهم الاخوان ها انتم تشوفوا وي ان البي في لاطات ديال اليوم وما كاين والو ها الريالي واحد منين جي جيت انت اخويا من سانتيتيان واحد الاضافه الله يجازيك بخير الله ينورك واحد السيده هنا الله يجازيها بخير عطاتني النمره ديال بوريطا وي وزير الخارجيه صونيت عليه دابا اها النمره ديالو عندي اللي بغيتي نعطيها لكم كلشي داكور جاوبتني امراه قالت لي انا وزيره فلانه ما عرفتش شنو قالت لي على السميه قلت لها فوالا حنا راه كاين مشكله في السات والجاليه المغربيه راه الدراري راه سيمانه هنا حسين على برا ما كاين لا لي طواليت لا حتى شي حاجه لا ماكله لا والو الناس نعسين وفي البرد الدراري الصغار وانتيكاب الناس وهذه راه الا درنا شي حاجه عطينا شي صوره على المغرب ماشي هي هذه راه كتحمل المسؤوليه قالت لي وي سي بون قالت لي علاش ما تشوفوش مع وزاره الخارجيه قلت لها انت في وزاره الخارجيه قالت لي واخا تقدر نعطيك انا بريفي ديال بوريطا دابا هضرت معاه من هنايا وقطعت عليا وما جاوبنيش دابا ماشي ما قطعت عليا انا قطعت قالت لي غنسردها لك ما عطات لنا حتى شي حاجه شي حاجه ما كاينه ديال سيد بوريطا اوكي هي عندي شكرا اخويا نورمالمون راه داروا فيه لو 11 اجوردي مي يا با دو اجوردي شكو 11 اوت ها واحد السيد جا من سان تيتيان راه عنده نورمالمون ديبار اليوم انتم تشوفوها 20 لو 11/7/2021 هي هذيك وي سي سا وي دونك فوالا هو راه جاي مسكين من سان تيتيان ها هو حاصل راه ما كاين والو وي عنده ثلاثه ديال الوليدات وقالوا لك راه الباطو ما غادي يرجع يمكن حتى لو 13 ولا ما عرفت شنو دونك شنو غادي يدير هذا السيد هذا؟ مع من نهضروا واش كاين بصح الباطو غيكون لو 13 ولا ما يكونش؟ نمشيو في حالتنا لا ما كانت حتى شي حاجه نمشيو في حالتنا في ديورنا نخلي ولادنا هنا في تماره ايوا هادشي اللي كاين الاخوان انتم كتشوفوا الناس راها مكرفصه ايوا المهم الله يعاونكم تبارك الله عليكم